يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخذنا في كتاب التوسل والوسيلة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من الدعاء أن هذا عائد النفع لعمر، ولا يطلب أحد من أحد الدعاء له لأن هذا يحمله على أن يتكل على دعاء غيره. سؤاله هل هذا على إطلاقه؟ نعم، قلنا لكم هناك إن كون الإنسان يدعو هو ويستغني عن غيره هذا أفضل من كونه يطلب الدعاء من غيره، لأن هذا في حاجة إلى المخلوق وذلة للمخلوق، والمسلم ينبغي أن يتعفف عن السؤال، يتعفف عن السؤال، فكونه يدعوه هذا أفضل. وإن كان يجوز أن يطلب أن من يدعو له يجوز هذا، لكن خلاف الأفضل. نعم.